او يوسف الفزاعي، تكد الكره تمشي الى وجدي المشرقي. المراوغه الاولى ممتازه من هذا اللاعب وجدي المشرقي، وشوف الحكم ضربه جزاء، ضربه جزاء لفريق النادي الافريقي وجدي المشرقي. سنشاهد الاعاده بالصور البطيئه الانطلاقه من اللاعب الشاب الافريقي وجدي المشرقي ينطلق، والتدخل كان من دفاع النادي الرياضي اللي حمام الانف. التدخل على وجدي المشرقي، يبدو لي اللاعب الامين الجزاء لفريق النادي الافريقي خالد المليتي، والهدف الاول في الدقيقة 58 لفريق النادي الافريقي. تتغير النتيجة، هدف مقابل صفر لفريق النادي الافريقي امام فريق النادي الرياضي حمل الانف. محمد الجباري من جهة والكرة من جهة أخرى، مع نقص عددي بالنسبة لنادي هذه الحمل الأنف. محمد الخذاري يخرج ياخو كورتو في 87 دقيقة لعب إلى حد الآن. أسبقية الإفريقي 1-0، هدف خالد مليتي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 52. والإفريقي ممتازة من أسامة سلامي إلى خالد مليتي، خالد مليتي إلى أسامة السلامي، والتدخل غريبة وجدي المشرقي، فرصة الهدف الثاني والثاني من وجدي المشرقي. كان خطأ في دفاع النادي الرياضي لحمل الأنف، ارجاع كورة لوجدي المشرقي، رغم أن اللاعب يساري فإنه بالرجل اليمنى تمكن من تسجيل الكورة. ممتازة الترويض، شوفوا العملية المراوغة ثم بالرجل اليمنى يغالط الحارس محمد الجباري. كان خطأ في ارجاع الكورة ويكلف غاليا النادي الرياضي حمل الانف. وجدي المشرقي في الدقيقة 87، تتغير النتيجة للمرة الثانية للنادي الافريقي 2-0 52.